عاصمة السعادة العالمين هنا. أتوبيس السعادة موجود علشان أحلى بحر وأجمل رملة وأحلى جو، مش في مصر بس على فكرة، ده في العالم كله. وهنا واحد من أكبر وأضخم المهرجانات، مش في مصر بس، ده في العالم وفي الوطن العربي كمان. لما مصر تقول ترفيه يبقى ده الترفيه اللي على أصوله. والنهاردة أتوبيس السعادة جاي علشان يدور على كواليس صناعة السعادة في العالمين. افتخر وقول أنا مصري وتحيا مصر. وحلقة زي ما قال الكتاب، كتاب السعادة. أنا سعيد جداً أن أنا موجود هنا معاكم في مكان الشغل العظيم ده. متفاجئ مما يحدث، هناك فعاليات طوال الصيف وحفلات تجذب الملايين من الزوار حول العالم للاستمتاع بهذه المدينة الجديدة المذهلة. إيه الأكل المصري المفضل ليك؟ ملوخية. ملوخية. Wonderful. ملوخية and كشري. 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 Yeah. في العالمين هنا في جنة جديدة بتتعمل. في العالمين هنا كان الصحراء الأول الناس بتخاف تدخلها، بتحس إن هو مكان مهجور، وزي ما احنا شفنا المنطقة تحولت لمنطقة سياحية ازاي، وإن شاء الله قدام المشروع ده هنشوفه ازاي بقى مشروع سياحي كبير. مصر مفيش زيها. السين وانت نازل البحر مع الساحل عامة، السين من فوق خطير بجد، مفيش زيها. ربنا رزقني باتنين صحاب كل واحد فيكم بيتكلم في 70 نطة. مهما وصلت لعدد قفزات، فتحة باب الطيارة دي لوحدها توقع قلبك. دي غيرت حاجات في شخصية كتير. بنقفز من ارتفاع 13 او 14 الف قدم، وده طبعا بيبقى ارتفاع مناسب جدا للقفز. وزارة سعيدة، واحنا مع بعض من DMC.
ما بيردش هو مين بس مين بس عشان نكلمه ونسلم عليه؟ ما لا دوانس حبيبي عايز تسلم عليه اتقفلت في الشنطه تتكلم اطلبيها تاني اطلبيها تاني ما قلتش والله. طب هي معانا؟ معايا. طب هكسبها معايا والله يا دوانس. ماشي اوكي. اسمها ايه؟ اسمها منال. افتحي اللاود سبيكر. الو. يا منال ازيك يا منال؟ عامله ايه؟ عامله ايه يا منال يا حبيبتي؟ والله وحشاني. مين ده بقى واقفه مع مين؟ منال معاكي قناه دي ام سي. يا منال برنامج اتوبيس السعاده معاكي بوزي اسمه احمد يونس. لا ترجمي لها واحده واحده يا منال. اسمعي كويس بس. طيب قولي لي احلى حاجه صفه في منال ايه؟ طيبه وحنينه قوي. انت سامعانا يا منال؟ ايوه. بتقول عليكي احلى صفه فيكي سمعتي ولا ما سمعتيش؟ احلى شوف هي بنتي. طب هي احلى صفه فيها ايه بقى؟ ربنا يسعد قلبها يا رب. ومين اللي بيعيط؟ بنت ابني. ربنا يخلي يا رب. انا مش هطول عليكي كملي المكالمه عشان كنت منفعله. بس انا عايز اديكي هديه. شكرا. عايز كاب كمان عشان منال ورفقاء منال. شكرا كتير. ربنا يشكرك. مساء الخير. ان شاء الله يخليكم والله العظيم. القعده دي شويه لب. انت قفلتي الكيس اول ما دخلت. قفلتي الكيس اللب اول ما جيت. ده ايه البخله دي منين؟ لا والله انا اتكسفت بس. يا حبيبي منكم والله العظيم جميل جدا. عارفين بيكي. تسلم. اهلا بيكي. انا نجلاء. ازيك يا نجلاء؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا نوجه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. عارفين بيكي؟ اميره. ازيك يا ميرو؟ الحمد لله. انتوا جايين لوحدكم تتفسحوا كده ولا معاكم رفقاء؟ ازواج اطفال ابناء معانا حموات. ازواج واطفال وبنات كبيره جامعه. ربنا يخلي يا رب. طب بقول لك ايه بقى؟ فاكره كان في فيلم كده للفنان عبد الحليم حافظ اتصور كله تقريبا على البحر 90% منه اللي هو الضوء الشماسي؟ لا ما اسموش ضوء الشماسي. هو اسمه ضوء الشماسي. هو اسمه ايه؟ ابي فوق الشجرة. الله الله. سقفلها. ايه نوكه؟ انت بتذاكري من وراها ولا ايه؟ طب قولي لي بقى هنا كان في حفله جامده جدا للشركه المتحده هنا كان للنجم محمد منير. تالي كلنا بنحب محمد منير وحميد الشاعري. عايز 20 اغنيه لحميد الشاعري و50 اغنيه لمحمد منير. يا نهار ابيض. لا عايز 3 و3. يا نهار ابيض. ده انا اللي هقول لك يا نهار ابيض. انا استني ما كل اللي بص ولا اغنيه واحده لمحمد منير. نسمع بس اغنيه واحده. ده انت عارفه ابي فوق الشجره. اغنيه واحده. بعد عشان بس يعني محمد منير. في اغاني كتير قوي بس الواحد مش حاضرني يعني حاجه دلوقتي. هتكسبوا جايزه يعني مش عارف. يا نوجا بتحصلي؟ انا بقول هتكسبوا جايزه. ما جبتش سيره الحضانه. انت قلت مين ومين؟ ها؟ محمد منير اغنيه لمحمد منير. نعناع. ماشي. نعناع الجنينه صح؟ ايه ده؟ انا قلت حاجة بس مش عارف يعني. بص هو احنا بنسمع بس. ايه اكتر فيلم مثلا شفتيه مؤخرا او بتشوفيه وما بتزهقيش منه ومهما تعاد تفضلي تشوفيه على طول؟ بحب احمد حلمي. الفيلم بتاع يوم ابيض يوم اسود يوم عسل اسود. انت مفيش حاجه بتقوليها صح خالص. مفيش ولا كلمه طلعت صح. يوم عسل اسود. مش عارف صلحي لها. ما هو عسل اسود. طب ايه؟ انت ما قلتيش صح. انت ايه اللي بقول لك؟ انت ما قلتيش صح على فكره. طب قولي لي انت الفيلم اللي بتاع احمد حلمي هو عسل اسود. لا خلاص هي قالت عسل اسود. ايه الفيلم اللي انت بقى بتشوفيه وما تزهقيش منه ابدا؟ بصراحة بحب الأفلام اللي هي بص أنت بتضيعي وقت عشان تفكري في اسم الفيلم. أنا عارف الطريقة دي بعملها دايما في لعبة الأفلام. فيلم أزهقش. فيلم أفواه وأرانب بطولة مين؟ فاتن حمامة. مين؟ عادل إمام. أفواه وأرانب بطولة. أنا هقول. لا استنى والله العظيم أنا هقول. لا والله استنى فاتن حمامة. أيوه. و والأفندي كان مين اللي قام بدوره؟ جميل. اسمه إيه ده اللي هو جميل جمال.
محمود ياسين. الله ينور عليك والله العظيم. طب انا بصي انا بزممك انا بزممك اكسبك ليه؟ مش عارفه. يعني اديك هات يا عم هات يا عم هات كابين يا عم. بتحب تحضر حفلات ولا ما بتحبوش؟ كنا الصراحة كنا بنحضر حفلات. ليه بطلتي ليه؟ يعني في العالمين والدنيا كل الناس كلها فرحانة. بناتنا بقى وأولادنا بقى هم اللي احنا بنيجي نقعد بقى كده بناكل. ما بحبش الرد ده أبدا. كل واحد يعيش ويتبسط ويفرح مع أولاده وخلاص كل واحد بيعمل الدور. احنا ما دام شايفينهم هم سعداء ومبسوطين احنا والله. لا انا ما بحبش انا الجو ده. مش حابب انت. اتبسطوا وانا اتبسط قبل خلاص. طب الكب بتاعك.
النهارده جينا العلمين الجديده مخصوص عشان نوريكم احسن اماكن هناك، وهتلاقوا هناك احسن مطاعم واحسن اكلات ممكن تتمنوها في الدنيا كلها. وانتوا عارفين بقى التركي اكيل، فبجد هتلاقوا في العلمين احسن اماكن ممكن تاكلوا وتشربوا فيها. اقسم بالله اقسم بالله الاكل هناك تحفه جدا جدا جدا، والحفلات هناك جميله جدا جدا. في حفله ورانا دلوقتي اصلا فيها مين؟ فيها مسلم، فيها رضا البحراوي، وفيها خير. اهلا وسهلا. اهلا. ايه الحلاوه دي؟ دي حلاوه طبعا. انا حلو في الموبايل بتاعك طبعا. انت فين عمرك حلو؟ انت بتعمل ايه هنا؟ الله يسعدك. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ احنا النهارده بنصيف كده بنعمل ريفيو تحديدا. احنا النهارده جينا عشان نصيف، وجينا عشان نعمل ريفيو كده بسيط على العلمين. انت بتعمل ايه؟ الاستاذ تركي والاستاذه منى الحلوين جايين يعملوا ريفيو على العلمين. طب انا عايز اسمع، كملوا كده وانا معاكم. احنا النهارده كنا بنقول لاصحابنا اللي في حفلات بتتعمل في العلمين، وبنرشح لهم الاماكن اللي ممكن يزوروها. ايوه. خليها تقول حاجه، لا لا لا، هو اخر الكادر لوحده خلاص. وكمان احنا شفنا بحر يتشرب كده ميه مش بحر، ده مش بحر يا شيخه والله. لا كمل انت، كمل. طب بقول لكم ايه؟ يعني انتوا من اشهر البلوجرز اللي طاف اللي بيعملوا، عارفين المحتوى الحلو يعني الحاجات الواحد يحب يتفرج عليها، غير ان انتوا تشكروا فيها كتير طبعا. طبعا انتوا ظبطوني طبعا. طيب انا يعني ايه، احنا نلعب لعبه بما ان احنا موجودين واجواء صيف وفرحه ومزيكا والكلام ده. انتوا حبيكوا والدنيا الحب مولع في الدوره صح؟ يعني نص نص. احنا نص الوقت بنتعارك، نص نص ولا مش نص؟ انا ما تقولش كلامها هتقطعك بسببهم. ما تصدقش اي حاجه قدام الكاميرا. طيب قول لنا بقى انت جاي تعمل ايه مثلا؟ وانا واخد بالي انتوا ماسكين ايد بعض يعني. لا الحب يا امير. ايه الجو ايه ده؟ احمد احنا في مصر يا احمد، معلش خليك فريش. طيب ماشي ماشي ماشي. انا سالت الدنيا تمام، العلاقه تمام، وحافظين بعض ومذاكرين بعض كويس؟ يعني احنا بص احنا عكس بعض، بس عايز اجابه. مذاكرها بنسبه كام في الميه؟ 99%. وانت مذاكراه بنسبه كام في الميه؟ 100%. طب اثبتت لكم ان النسبه دي غلط؟ لا 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 مفيش الكلام ده خلاص. العزومه النهارده هتبقى عليك. لو انا اثبت لكم ان انتوا غلط، العزومه تبقى عليا. ده ايه يا عم ده يا عم؟ لا حبوا بعض يا عم زي ما انتوا عايزين. طب بص هقول لك على حاجه، هحضر لكم لعبه دلوقتي حلوه. طيب سيبكم تكملوا رغي وراجعوا مع بعض حاجات عنكم، عشان انا هلبسكم في حيطه دلوقتي. خلاص دلوقتي حلم؟ حلم؟ يلا. لا بقى والله كده انا بذاكرك. احنا النهارده قابلنا احمد يونس، وزي ما انتوا شايفين كده هو هيلعبنا لعبه، ومش عارفين دلوقتي اي حاجه عن اللعبه دي خالص. وانت مذاكراني ولا مش مذاكراني؟ عيب عليك. عيب عليك ايه؟ هو تفتحيني. يلا بينا. يلا بينا دلوقتي حالا. يلا جاهز يا استاذ تركي؟ جاهز. يلا بص يا معلم، احنا نلعب لعبه والله بسيطه جدا. هو القصه وما فيها، انت قلت ان الحب ولع في الدوره بالظبط، وقلت ان انتوا حافظين بعض يعني مليون المية. انا اسالك شويه اسئله عنها ماشي، وهجيبها تجاوب اشوف انت عرفت بنسبه كام في المية. بص يعني انا اتوقع 99%. انا بصريح معاك. هات موبايلك تكون مكلمها وهي معانا على الخط ولا حاجه، في اي موبايلات تانية؟ لا لا مفيش. ماشي جاهز؟ جاهز. يلا ماشي. يلا السؤال الاول ماشي، منا اكتر اكله بتحبها ايه؟ بس تفكر. الجبنه البيضه بالخيار. لو هتاكلها كل يوم مش بتزعل منها. بسم الله ما شاء الله. انت بتعد عليها يعني اللقمه؟ تمام. انا بصرف كل يوم. انا عايز اعرف انت ايه اكتر اكله بتحبيها؟ هو جاوب. البانيه والكبده. البانيه والكبده ما شاء الله صح. ادي اول اجابه. لا مذاكري. وقال لي اتنين البانيه والكبده برضو. قال لي اتنين. فاكر اول مره اتقابلتوا فيها؟ فاكر اليوم ده ما تنساهوش صح؟ كانت لابسه لبس لونه البلوزه بتاعتها كان لونها ايه؟ انا مش عايز اعرف اول يوم اتقابلتوا الحب عمل ايه؟ كانت البلوزه بتاعتها لونها ايه؟ كان لونه ابيض. ابيض في اسود. انت برنس. لو طلعت الاجابات دي صح على فكره. لا لا أنا في حاجات استحاله تتنسى. كنت لابسه طرحه بيج وبادي اسود. بادي اسود؟ ماشي. اخر هديه جبتها لها ايه؟ اخر هديه؟ انت جبتها لها؟ جراب موبايل. واخر هديه جابتها لك؟ جابتها لنا؟ هدوم. هدوم تيشيرتات بقى وكده. هدوم؟ هدوم. كسوه يعني. كسوه. ماشي. اخر هديه جابها لك ايه؟ اخر سلسله وانسيال. كبده وبانيه ولا جاب ايه؟ سلسله وانسيال. سلسله وانسيال. وانت اخر هديه جبتها له ايه؟ سلسله. سلسله. وهدوم.
اديني اختيار واحد، اديني اختيار واحد اللي انت هتقولي هو حلو اخر هديه. اكيد انت ما جبتيش الاثنين. هدوم. هدوم ماشي، جبتي له ايه؟ هدوم ايه يعني؟ اي هدوم عيد ميلاده، جبت له اربع هدوم عيد ميلاده يعني. يا ابني ده انت بتذليه. فاكر اخر خناقه بينكم؟ فاكرها. سببها كان ايه؟ مكسوف تقول السبب؟ لا مش فاكر السبب. انا بقول لك من كتر الخناقات احنا مش فاكرين الاسباب. اخر خناقه كانت امتى؟ يعني مثلا اخر خناقه من اسبوع. من اسبوع؟ اه. نسيت من اسبوع اتخانقتوا ليه؟ صح. فاكره الخناقه اخر خناقه اللي كانت الاسبوع اللي فات؟ هو حكي لنا عنها. اخر خناقه؟ قال كانت الاسبوع اللي فات. عشان التفاصيل؟ سببها ايه؟ هو قال لنا السبب، انت قولي السبب. احنا بنتخانق كل يوم فيعني. ايه الحب ده؟ ايه الحب؟ ايه العلاقه المدمره دي؟ طيب اخر خناقه كان سبب الخناقه؟ سبب الخناقه ان انا كسوله. مصيفها المفضل ايه؟ بحري. تحب فين بالظبط؟ عند ابو العباس كده. يا اسكندريه. اسكندريه اسكندرانيه اصلا. يعني ما بتحبش تروح حاجه لاسكندريه؟ اسكندريه. اسكندريه بس. وبتروح تحديدا بس بحري. بس هي نفسها تطلع تقعد في الساحل مثلا، فاهمني؟ يعني بس هو بص بس وما بسش وبش وتقع عشان هي تقول لك نفسي اروح الساحل. مش عايز اعرف بصراحه، فاهمني؟ وانا جبتها الساحل النهارده اهو. بحري. خلاص. اكتر مصيف بتحبيه؟ مصيف بحبه الساحل. هي اليومين دول معلق معاها اغنيه بتسمعها كتير. استنى، هي طلعت ترند دي اسمها ايه؟ خصمك؟ لا لا لا. سطلانة. 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 ايه اهلاوية صميمة؟ ولا زملكاوية صميمة؟ هي عايمة على قومي. هي اهلاوية اه. ايه الأغنية المفضلة بتاعتك اليومين دول اللي معلقة معاكي قوي؟ بخصمك. أنا قلت له كده، هو ما سمعش الكلام. أنا قلت له والله بخصمك، هو ما قالي لا. مين مطربها الشعبي المفضل؟ رضا البحراوي مثلا. طب ما تي الله. انا هو والله عمال اتحايل عليا من الصبح. جاوبوا صح وانا ادخلكم دلوقتي. ماشي انا موافق. يلا. ايه الحفله اللي نفسك تحضريها؟ رضا البحراوي. الحفله اللي دلوقتي رضا البحراوي. تمام. خلاص خلاص. ربنا يستر. ربنا يستر. حاسه ان الكبده بس هي اللي صح. لا لا لا، حاسه ان هو مثلا كام في الميه صح؟ 80. 80 ماشي ماشي. احنا هنستدعيه دلوقتي. خليكي واقفه زي ما انت. زي ما انت. يلا نواجه. يلا بينا. نشوف الحب بنسبة كام في المية. تركي انا سألتك اكلة منها المفضلة، قلت لي جبنة وخيار ومش عارف ايه، هي قالت فراخ بانيه وكبدة وسجق ومنبار الجبنة والخيار اللي كل يوم بتاكليها ايه؟ يا ابني اقسم بالله، اقسم بالله كل يوم بتاكلها. انا انا بعشق حاجة اسمها جبنة وخيار. انت هتلاقيها حاملة حالة محشي وبتقول تربية. لا لا لا، انا باكلهم كل يوم. هي بتقولي انا استحالة ازهق من الاكلة دي. طيب السؤال التاني، سالتك اول مره شفتوها اتقابلتوا كانت لابسه ايه؟ انت قلت لي ابيض في اسود، قالت اسود وبيج. يعني ماشي تمشي. السؤال اللي سالناه لك، قلت لي الهديه اللي انت جبتها لها اخر هديه كانت ايه؟ جرام موبايل. مين اللي صح؟ انت قلت انت هو انا صح؟ انا صح. ايوه انا مذاكر والله. وهي قالت ايه بقى؟ استنى. لا لا استنى، انت قلت ايه؟ سلسلة. وانت سلسلة وكسوة الشتاء وكسوة الصيف. سلسلة ده من سلسلة. ايوه ماشي، بس انا بحسبك ما جبتليش حاجة من بعدها. سبب اخر خناقة انت قلت لي ما بفتكرش. ما احنا عشان بنتخانق كتير. ما بنتخانق ما بفتكرش. هي افتكرت. قالت ان انت على طول بتتهمها انها كسولة. قلبها اسود. انا مالي اسود والله ابيض. مالي هي بتتخانق معاها انها كسولة على فكرة. كسولة ليه؟ طب احنا اكتر خناقاتنا ليه؟ عشان انت اللي بعده. المصيف المفضل بتاعها قالت لي الساحل. ما لا بحري بقى ولا انا قلت لك ايه من شويه؟ اقول لك ايه؟ قلت لك هي بتقعد بتحب تستجم في اسكندريه بس نفسها تطلع ساحل. لا لا تتحسب لي. مصيفها المفضل ايه؟ قلت لي ساحل. قال لي بحري. هتوقع بينا. انا ملاحظ كده. انا اقدر. عين كتير. ايوه. طيب السؤال اللي بعد، اغنيتها المفضله ايه مؤخرا؟ انت قلت لي سطلانه. انت قلتي ما خصمك. انت كل يوم بتشغلي لي سطلانه. عايز اقول لكم ان الاجابه اللي تكاد تكون يعني طلعت مظبوطه من غير اي
لخبطه الحفله المفضله، الحفله اللي هي نفسها تحضرها. انت قلت لي ايه؟ رضا البحراوي. وانت قلت ايه؟ رضا البحراوي. طيب خلاص يعني حبيبي الحاجه دي وحشه. هنكمل لا لا بس في جمال. انا بروح احضر حفله رضا. بس في اجابات ثواني، في اجابات تانية صح. ما انا مش هديك اللي هي بتاعت سهل. طلعت لا 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 يعني انا استاهل دي. 10 مليون استاهل دي. بصوا بقى المشكله المتحده بعت لكم الاثنين تيكتس ويلا جري دلوقتي. حالا. لا والله فعلا بجد. يلا بينا. يلا انا جايين لوحدكم. لا 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 لوحدين. طب خلاص اديكوا واحده كمان. لا لا خلاص. طب ما تيجي معانا. سلمونا على رضا. طب تعالى معانا. خير. اهلا. ازي حضرتك؟ ازي احمد؟ لا زي ما انت زي ما انت، انت مش محتاج تقف زي ما انت. عرفني بيك. انا محمد الفقي. اسمك ايه؟ فريده. لا عايز صوت عالي. فريده. دليدة. فريده. اسم حضرتك ايه؟ اسماء بركات. ازيك يا اسماء؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ تمام. لسه جايين النهارده ولا جايين قبل كده العالمين؟ امبارح. امبارح. طب اديني انطباعاتك كده. لا مدينه ممتازه. قولي لي قولي لي خمس اغاني لمحمد منير. واحد. نعناع الجنينة. ماشي. واحد. ايه تاني؟ ساعدها ساعدها. احمر شفايف. بصوت عالي. احمر شفايف. ماشي. اتنين. محمد منير بتاريخ. لا 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 يعني. بتاريخ محمد. انا مفاجئ. قولي لي خمس اغاني لمحمد منير. اهو مش مفاجئ اهو. وانتوا قلتوا ثلاث اغاني. نعناع الجنينة. برضو. احمر شفايف. ايوة. ده انت قلتوا اتنين مش ثلاثة ده. لا مش متذكرة. سؤال أسهل شوية يا أستاذ أحمد فيه. أسهل من أغاني لمحمد منير. أسامي الأغاني بس هي في أغنية كده أول حرف فيها شين ميم بي حاجة كده. إيه بقى؟ قول قول. شمندورة. لا قول اللي فاتت. عملت حاجة حاجة اسمها شينجريبي شينجريبي. أغنية نوبي شوية هي. نيجريبي. نيجريبي حاجة. مش شينجريبي. ماشي ماشي تمام. فاضل واحد. فاضل واحدة. ها قولي حاجة. مش لا مش لا والله. في أغنية كده شمندورة. طب ما هو قالها. لا هو قال شنجري بنجري. عشان قلت أغنية. طب يعني إيه شمندورة؟ لا مش عارفة. شمندورة دي اللي هي بتبقى في المية متهيألي. بتعمل إيه يعني؟ بتبقلل يعني ولا بتعمل إيه؟ شمندورة دي اللي هي زي العوامة كده في المية. هي حاجة كده عشان بس العلامة للي رايح واللي جاية. بالظبط. طيب تمام تمام. طيب دي ده كام سنة يا دي ده؟ عدي معايا. 1 2 3 4 5 6. حلوين حلوين حلوين. طب أنا عايز أدي دي ده مسدس البحر. طب وكاب كمان بس هو يعني ممكن بابا اللي يلبسه بقى. ممكن أخد حضن. بص هو حضن يا دينا العام. شكرا. مساء الخير. مساء النور. عامله ايه؟ انت بتشاوري عامله اهو اهو. خضيت. ازيك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. حضرتك ايه؟ تعالي تعالي تهربي مني ولا ايه؟ ميرسي. هناء. هناء عامله ايه؟ الحمد لله. عرفيني بحضرتك. انا مدام محمد. انت نسيتي اسمك ولا ايه؟ انا الصراحه انت فاجئتني. انا مش واخده بالي. بتاع فريتو. لازم تاخد عايز اسم ثلاث افلام اثاروا على البحر فيهم اجواء بحر. صايع بحر. واحد. قولي لها ساعديها. اي حاجه فيلم اتصور على البحر. لا فيلم خفيف اطلع. هو انتوا ما عندكوش غير صايع بحر؟ ايه العيله ماضيه عقد مع صايع بحر؟ شرط وفانيلا وكاب. ماشي شغال. بين شطين وميه ده فيلم؟ عارفه مسلسل. مش دي اغنيه بين شطين وميه عشقتهم عينيا يا غاليين؟ ايه يا غاليين عليا؟ مين اللي بيغنيها؟ درجه ليلى. درجه ليلى. ليلى طريقي ليلى. صح. ده في اسرائيل. ما انت فاجئتنا فانت خضتنا. اغنيه عن البحر. اغنيه عن البحر. يا بحر يا. مش قادره اكملها. طب ايه الاغنيه اللي انت بتحبي تدندني بيها في البيت؟ ام كلثوم.
يا الله، أغنية إيه للست المفضلة؟ لأم كلثوم وأنا في انتظارك. يا الأغنية اللي أنت حافظاها وتقولي لي منها كوبليه. لا خطرتش على بال، في أحلى من كده. يلا يلا ادخلي لي. ما خطرتش على بالك يوم تبعد عني. اسأل أو تبعد إيه النقلة بدي. يا مسهرني. إيه الحاجة المفضلة في السهر بالنسبة لكم؟ حفلة، أكلة حلوة، نميمة؟ لا قعدة حلوة الحمد لله. أولاد كده والأحفاد كده حاجة. اسمك إيه يا عسل؟ اسمي حلا. زهرتي إمتى يا حلا؟ بعد كم سنة؟ 10. طيب بقول لكم إيه، أنا هسيبكم دلوقتي بس إيه هخيركم إيه، لو قلت لكم تروحوا دلوقتي حفلة نروح مع بعض حفلة تحبوا، ولا عايزين تقعدوا كده في الهدوء؟ الحفله بره. اه بس الحفله جوه. احنا الحفله هنا. هو الجو هنا جميل جدا يعني بصراحه بس الحفله اكيد حلوه. لولا بس حلفتوا الواحد. بصوا القافله اللي مشت قول لهم يجوا عشان اديهم، قول لهم يجي عشان اديهم. اللي هيجي من باقي العيله هياخد التيكت بتاعه الحفله. تعالى تعالى، مش انت اللي كنت بتغششهم غلط. تعالي بسرعه قبل ال هيسيبوكي بره وهيبيعوكي، هيبيعوكي والله. بقول لك سيبك منها، سيبك منها خلاص. هتدخل الحفله ايه؟ ايه الحما الحلوه دي؟ احلى صفه فيها ايه؟ حبايبي. احلى صفه في مراتك حبايبي الاثنين. طب ايه اللي هي مش عايزه تيجي دي؟ الذوق والاخلاق والادب. واصعب حاجه ما بتطيقهاش فيها ايه؟ لا الاصعب مفيش حاجه. لا قولي بقى، قولي بقى، قولي بقى، قولي انطقي بقى. هديكي تذكره زياده، هديكي والله، هديكي هديه كمان. هديكي كام؟ هات لنا كام يا عم؟ مش هات لنا كام؟ وهديكي مسدس ميه. الحمد لله. خدي انت المسدس الميه ده عشان انا عليا باثنين 100 100 يعني. الحمد لله. طب خلاص يلا، عشان عشان انت حما احلى هما. طب عايزين نسقف لحما الحما اسم حضرتك ايه؟ عايزين نسقف له ام حماده يا جماعه، كله يسقف لها سقفه عظيمه. انت نورت الدنيا كلها. مساء الفل، مساء العسل. روحي بقى الحقي الحفل. يلا يلا، في حد هناك؟ في حد نسيناه من الناس ما خدش تذكره؟ لا خلاص خلاص. يلا سلام عليكم. سلام عليكم. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. قولي لي مساء النور. مساء النور. مساء الفل. ازي حضرتك؟ ازي الحمد لله. عرفيني بيكي. انا شيماء. شيماء. ازيك يا شيمو؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. اسمك ايه يا عسل؟ محمد. ازيك حماده؟ عامل ايه؟ شيماء اول مره تيجي العالمين ولا جيتي قبل كده؟ لا دي تاني مره بصراحه. تاني مره. انت منين اصلا؟ احنا من بنها. اجدع ناس. الله يخليك. بنها المحطه عند اليوم المحطه ولا بنها عند موقف التمثال؟ عند التمثال. انت مذاكر ازاي؟ تمام. عند المجمع بتاع الكليات ولا عند ايه؟ لا في بنها نفسها عند التمثال كده. العالمين هنا الحفلات انت عارفه كل اسبوع في حفله. تمام. ايه الحفله اللي نفسك تحضريها؟ نفسك تحضري حفله جامده قوي؟ حكيم بصراحه. حكيم. بحب. بتحبي ايه اغاني حكيم؟ كل اغاني حلوه بصراحه. زي ايه؟ نار. الله عليكي. نار. بتبدا اول جمله فيها ايه؟ نار نار. لا 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 ولا ايه؟ افرض مثلا حبيبك ازي وسابك ويعذبك نار. ايه تاني غير اغاني حكيم بتحبيها؟ غير حكيم لو حضرتي حفله تانية. شيرين بحبها جدا. شيرين. اجمل اغنيه لشيرين بتحبيها ايه؟ على بالي. دي حلوه جدا. ماشي. في كام طفل معانا في هنا موجودين دلوقتي؟ لا انت ما تعديش الجرام. لا ما اعرفش، حوالي مثلا 20 كده. حوالي 20. هات كام؟ ادي كام؟ وال20 هنوزع عليهم، ده كل واحد يلعب بيه شويه. تمام. وهديك انا تيكت حفله او تيكت للحفله. خديهم وروحي اتبسطي بقى ودي مقدمه ليكي من الشركه المتحده. انا ابني بص من اشد المعجبين بيك حبيبي. و اسمعي على القهوه بسمعها على طول. ربنا يخليك. وقصص الرعب بتاعتك هايله جدا جدا جدا. شكرا. واحنا مسافرين على الطريق لازم بنسمعها. طيب انا هسيبكم بقى عشان انا عندي سفر على الطريق انا كمان. شكرا. سي جدا. شكرا شكرا. طيب احنا معانا صديقنا زيتون اللي بيحب يلعب مزيكا ويغني معانا. هنقول له اتفضل اطلع يا زيتون. يلا قولوا له اطلع. يلا سقفوا له سقفه قويه جدا. شكرا شكرا شكرا. علي صوتك يا زيتون عشان صوت الحفلات في العالمين عاليه جدا. قولوا له علي صوتك يا زيتون. حاضر يا زحامي علي صوتي، بس انا عايز اسمعك برضو يا يونس. انا صوتي عالي اهو.
انت اخبارك ايه يا يونس؟ انا مبسوط جدا جدا جدا. انا مبسوط قوي انك جبتني العالمين يا يونس. اقفوا ادخلوا في النص هنا، ادخلوا في النص. استنى يا زيتونة عشان صحابي بيجوا لسه معانا. مبسوط عشان شفت صحابي دول. واحنا مبسوطين يا زيتونة عشان انت معانا. تعال استنى يا زيتون، ادخل كده ادخل كده ادخل كده في النص كده في النص. حفلات بقى على طول يا زيزو، طول اليوم حفلات لما حاجة جميلة. هتجيب مين معاك المرة الجاية يحضر الحفلات؟ هجيب اخويا بقى فجل. اخو اسمه فجل، هو اسمه زيتون، وجدك اسمه ايه؟ اسمه جده ريحان. وبنت خالتك اسمها ايه؟ سبانخ. لما هنيجي بقى هنقضي يوم جميل قوي في العالمين. ايوه طبعا طبعا. وركبت اتوبيس السعاده بقى. اه شفت النهارده اتوبيس السعاده؟ شفته كان جميل جميل قوي. وسمعت الفرقه بتاعه الزمامير. جميل الفرقه بتاعه الزمامير جميله قوي. بيب باند. نعم عارف بيب 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 باند؟ بيب بيب اهلي، بيب بيب زمالك كده. ايوه جميله قوي يا يونس. ايوه اسمها فرقه بيب. فرقه بيب باند. صح يعني بصراحه حاجه جميله. طب احنا لو عايزينك تغني لنا اغنيه جميله نغنيها معاك يا زيتون، تغني لنا ايه؟ اغني لكم ايه؟ انتوا اختاروا حاجه. بس عفوا يلا يلا غني. اختاروا حاجه وانا اغنيها. لازم انا اللي اختار؟ يلا اهو يلا معاها. سقفوا اكتر. كنت تيتم مين عني معك وانا عننا مش عايزك تاني. صحابي صوتهم جميل قوي، بيعرفوا يغنوا حلو قوي يا يونس. وعشان المدرسة بقى قربت فكله بيخرج بقى اليومين دول كتير. ايوه طبعا. حاسس ان الزيتون هيقع عليك دلوقتي في محاولة يا زيتون لشد هدومك. لا اوعى حد ينمي. خلوا بالكم. طب قول يا زيتون، انت عارف المدرسة قربت؟ اضايقك. اضايقك بقى شوية. ليه بس يا يونس تفكرني؟ لا ليه، مش المدرسة جميلة ومستعدة؟ احنا دلوقتي في اجواء الاجازة الجميلة. عديالك ماشي يا عمي. عايز تيجي هنا العالمين تاني يا زيتون؟ يا ريت يا يونس، عايز اجي واقعد كتير هنا في العالمين. بتحبها؟ جدا جدا جدا. طب عايزك انت وصحابي تعدوا مع بعض وتقولوا العالم عالمين، بس تقولوها بقى انت اللي تعد لهم يا زيتون. واحد اتنين ثلاثة. العالم عالمين. مش عاجبني الاداء يا زيتون. يلا مرة تانية يا اصحابي. واحد اتنين ثلاثة. العالم عالمين. شكرا يا زيتون، قولوا له شكرا كبيرة. شكرا يا اصحابي. باي باي. مع السلامة يا اصحابي.
ومع جاية السعادة تطير في الدنيا أغلى من ضحكة تبقى عادة صدقني بكرة أحلى ومع جاية السعادة الشمس مصيرها تطلع والبحر مهوش جاية.